الله أكبر ارتفعت وعلت فوق الصلاة، فهدير تبارك الله صار الجزائري سيد بالتيمور. هذه الأبيات من قصيدة التي كتبها توماس ديفيس حول هجوم الأسطول الجزائري بقيادة مراد رايس على مدينة بالتيمور الإيرلندية. And meet, upon the threshold stone, the gleaming sabers fall. And o'er each black and bearded face the white or crimson shawl. The yell of Allah breaks above the prayer and shriek and roar. Oh, blessed God! The Algerine is Lord of Baltimore. 4. وتحريرها من الإنجليز. وخلفت هذه الحملة 450 أسير إنجليزي أخذوا إلى الجزائر. لم يكن الإنجليز ينتظرون أن يحمل البحر غزاة في تلك الليلة، لذلك سيطرت البحرية الجزائرية بسرعة على المكان، فآسروا الكثير من المستعمرين ولم يأسروا معهم إيرلنديا واحدا. أكثر من فاجأ سكان بالتيمور هو الجرأة التي تميز بها رجال مراد رايس الذين حرروا البلدة من قبضة الإنجليز في ليلة واحدة، فأرادوا رد الجميل وخلدوا هذه الحادثة. في كتاب بالتيمور القرية المنهوبة معلومة رائجة كثيرا مفادها أنه كان هناك تفاهم مسبق بين البحارة الجزائريين والسكان الإيرلنديين على غزو البلدة وتحريرها من الإنجليز. بطل الغزوة كان القائد الجزائري مراد رايس من أصول هولندية، والذي كان يعرف بالهولندية باسم جونسون فون هارلام، وتم تسميته باسم مراد رايس ووصوله لمرتبة أميرال يمكن الانتماء بالولاء. وكان من أبرز غزواته أو غاراته إغارته بأسطوله البحري على مدينة بالتيمور في إيرلندا في 20 يونيو 1931 ميلادية، بعد 3 سنوات من غزو إيرلندا، وهي في سياق الرد الجزائري على هجمات إنجلترا وحلفائها ضد مدينة الجزائر كغارة روبرت مانسيل 1620 والأميرال آلان وبليد. فرد الجزائريون عليهم في عقر دارهم وليس عدوانا عليهم من أجل النهب كما يدعون. المصادر الأوروبية المعاصرة في تلك الفترة أنصفت تلك الغزوات ووصفتها في كتاباتها بأنها كانت هجمات بروح الجهاد وذات طبيعة عقدية أكثر منها هجمات نهب معتادة في العالم القديم، وأن البحارة المسلمون كانوا يقومون بالعديد من الغارات ضد السفن والموانئ الأوروبية بصفتهم كفارا في حالة حرب معهم، حيث كان أخبار الاضطهاد والتعذيب الذي تعرض له بقايا الأندلسيين الموريسكيين من جانب إسبانيا والبرتغال تملأ المسلمين بالغيظ ضد أوروبا وضد كل أوروبي يتحرك بطول البحر الأبيض المتوسط الذي كان نظريا بحرا إسلاميا خالصا طيلة عدة قرون. ركب أمواجه البحارة المسلمون وجابوه طولا وعرضا. أصبحت هذه القصة جزءا من التاريخ الإيرلندي وتراثه الشعبي، ويتم إحياء ذكرها سنويا كما تحمل بعض الشوارع والمرافق بها اسم الجزائر ألجيرس. ونجد أصداء هذه الغزوة في الآداب الأوروبية وتأكيدات تاريخية لها، فهذه الغزوة ألهمت الكاتب توماس ديفيس لكتابة قصيدته المشهورة نهب بالتيمور The Sack of Baltimore. ونجد وصفا مفصلا لأحداث هذه الغزوة في كتاب المؤلف ديس إيكن بعنوان
the stolen village Baltimore and the barbary pirate by this Akin. مازال الإيرلنديون يغنوا قصيدتهم الشهيرة The Sack of Baltimore واللي يقول فيها بيت من أبياتها يقول إن الجزائري أصبح سيدا علينا، إن الجزائري أصبح سيدا على بالتيمور. أنا نحب التاريخ ونبحث في ثناياه وتبعت قصة هذا البيت وهذه القصيدة واللي ما زالت إلى اليوم تغنى كتراث شعبي في إيرلندا. ما استوحى منها شعراء وموسيقيين كبار أعمالهم الفنية والدرامية، ولقيت أنه القصة عندها بالضبط 390 سنة، يعني أحداثها كانت في 1631 وين كانت البحرية الجزائرية مسيطرة على البحر الأبيض المتوسط بدون منازع، وكانت وقتها هي أكبر قوة في هذا المنطقة تدفع لها السفن الأوروبية والأمريكية الجزية والضريبة على كل مرور في هذا البحر. في هذه الفترة كان البحار الشجاع والجريء مراد رئيس الأصغر، وبعد ما رضخت له كل سواحل البحر الأبيض المتوسط من اليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، قرر أنه يكسر شوكة بريطانيا اللي بدأت تقوى وبدأت بتقديم قوتها البحرية كقوة لا تقهر في المحيط الأطلسي، ولهذا قرر أنه يوسع فتوحاته ويغزو بريطانيا وإيرلندا وإيسلندا، وبالفعل جهز مع فريق من البحارة الجزائريين وانطلق فقط بمركبين كبار واتجه بهم نحو إيرلندا. مراد رايس لما تعدى السواحل الإسبانية والبرتغالية واقترب شمالا من الجزر البريطانية لقى سفينة حربية بريطانية في الطريق وأجبرها على الاستسلام وأسر كل اللي كانوا فيها وقادها معاه ضمن رحلته نحو إيرلندا. وفي يوم 20 جوان 1631، وبعد منتصف الليل بقليل، وصل للشاطئ لمدينة إيرلندية في الجنوب اسمها بالتيمور. نزل بالجنود تاعه واقتحم القلاع والحصون وأسر مئات الإيرلنديين والبريطانيين. البريطانيين بالمناسبة كانوا في الأصل مستعمرين جدد لهذا الأرض إيرلندا، ما كانوش سكان الأصليين. وبعد طلوع الشمس كان الجزائريون قد أنهوا مهمتهم، حيث ربطوا أكثر من 200 إيرلندي وبريطاني، كتفوهم وحملوهم في سفنهم وعادوا بهم إلى الجزائر مع السفينة البريطانية اللي اغتنموها في طريق ذهابهم، ولم يتركوا خلفهم إلا عشرات الفارين إلى القرى البعيدة وقتيلين اثنين ممن قاوموا ومحبوش يستسلموا للأسر. هذه الضربة اللي قادها مراد رايس الأصغر أحرجت بريطانيا كثيرا على الصعيد السياسي والعسكري، وهذا الشيء اضطر القنصل البريطاني في الجزائر بعدها أنه يتوسل إلى الباي في العاصمة باه يرجع للأسرة وما يبيعهمش كعبيد في سوق النخاس الجزائري، لكنه لم يفلح وقد بيعوا بالفعل، يعني منهم زوج بعد رجعوا لإيرلندا هربوا. الإيرلنديون كانت لهم هذه الغارة الخاطفة بمثابة صدمة كبيرة وجعلتهم يكتبوا عليها شعر تراجيدي ويتنقلوه كموروث شعبي راهم مرسخ في أذهانهم إلى اليوم. وفي القرن 18 افتتح أحدهم حانة في إيرلندا في بالتيمور سماها نخب الجزائر، واللي تحولت اليوم إلى فندق لازال يحمل نفس الاسم، فندق الجزائر اسمه، تخليد لتلك الحادثة اللي يعتبروها غير قابلة للنسيان. وبعدها بقرن كتب شعراء اخرين قصائد واعمال ادبية عن هذه الغارة، غارة بالتيمور في ايرلندا. وفي السنوات الاخيرة اكثر عادت الحادثة الى الواجهة من خلال معزوفات موسيقية حزينة يعزفها الايرلنديون، وانا شفت بعضها على يوتيوب، وصنعوا ايضا تمثال مراد رايس الاصغر بملابسه البحرية الجزائرية وحطوه في المتحف. وهذه القصة يعني على قد ما هي غريبة ومخفية في اعماق التاريخ، الا انه لما تطلعها وتكشفها تلقى انه المحتوى بالانجلش موجود كثير على ما يسمى The Sack of Baltimore، موجودة القصة شائعة عندهم كثير. يعني هذه حبيت نشاركها معكم، نتمنى أنها تكون إضافة جديدة لمعلوماتكم التاريخية.